سؤالي شيخنا لو فصل لنا القول في التورك في الركعة الثنائية أو في الصلاة الثنائية. في هذه المسألة ينبغي استحضار حديثين وقد يلحق بهما ثالث. الحديث الأول قول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: إنما سنة الصلاة نصب اليمنى الرجل اليمنى وافتراش الرجل اليسرى. إنما سنة الصلاة نصب الرجل اليمنى وافتراش اليسرى. هذا الحديث يعطينا قاعدة أن كل جلوس في الصلاة ينبغي على المصلي فيه أن يفترش اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى، وهذه القاعدة ككل القواعد الشرعية والعمومات اللفظية النبوية يجب طردها واستعمالها إلا في حالة مجيء نص يخصص هذا النص العام أو يقيده بصفات أخرى. وقبل أن أفيد في الشرح والبيان أريد أن ألفت النظر إلى ناحية حديثية لنبني عليها الناحية الفقهية. الناحية الحديثية هي أن قول الصحابي في أي عبادة من العبادات الشرعية السنة كذا يكون هذا التعبير في حكم الحديث المرفوع، هكذا ذكروا في علم مصطلح الحديث. السنة إذا قال الصحابي السنة كذا فهو في حكم المرفوع، أما إذا قال ذلك التابعي فمن دونه فليس له حكم المرفوع. والقائل هنا إنما سنة الصلاة إلى آخره هو كما سمعتم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فإذا هذا النص يفيد أن القاعدة في المصلي إذا جلس يشمل هذا الجلوس في التشهد الأول، يشمل الجلوس في التشهد الثاني سواء في سلام أو ما في سلام، ويشمل التشهد الأخير الذي فيه سلام، يشمل الجلوس بين السجدتين، إلا إذا جاء هناك نص آخر يبين في هذا النص أنه مسألة أخرى لا تدخل في هذا النص العام. وهنا يأتي الدور الحديث الثاني وهو حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، حيث كان جالسا في زمرة من أصحاب النبي، في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا: لست بأعلم منا بصلاته. قال: بلى. قالوا: فأعرف، هات نشوف. فبدأ يصلي الصلاة التي رآها من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في التشهد الأول افترش كما هو في حديث ابن عمر، ولما كان في التشهد الأخير الذي قبل السلام تورك، نصب اليمنى وأدخل
رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى وجلس على وركه على فخذه، وقال في آخر حديثه: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقالوا له: صدقت. هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث حديث أبي حميد فيه موافقة لعموم حديث ابن عمر من جهة، وذلك ما يتعلق بالتشهد الوسط، وفيه ما أقول مخالفة في تقييد أو تخصيص لعموم حديث ابن عمر، بأنه التشهد الأخير الذي فيه السلام ليست السنة فيه افتراش اليسرى وإنما تورك بها. قلت آنفا أنه ينبغي استحضار حديثين وقد يتلوهما حديث ثالث. الحديثان الآن وضحا، أحدهما قاعدة معتبرة في كل جلسة هو الافتراش. الحديث الثاني حديث أبي حميد فيه تفريق بين التشهد الأول الوسط وبين التشهد الأخير الذي فيه السلام. فالتشهد الوسط يوافق حديث ابن عمر، التشهد الأخير فيه التورط. بهذا نؤمن الحديثين ولا نضرب أحدهما بالآخر كما فعلت بعض المذاهب. فالمالكي مثلا لا يعرف للإفتراش أثرا، كل الجلسات إنما هي التورط، وهذا ما لم نجد له دليلا في السنة. على العكس من ذلك المذهب الحنفي لا يعرف في الصلاة إلا الإفتراش، فهذا في طرف وذاك في طرف، والجمع بين الأحاديث هو الذي يراه كل العلماء على ما بينهم من اختلاف في الفروع. أما كقاعدة فينبغي ضم الأحاديث بعضها إلى بعض ولا نضرب أحاديث الرسول عليه السلام بعضها في ببعض. الحديث الثالث حديث وائل في سنن النسائي أنه وصف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وافترش فيهما. هذا يوافق عموم حديث ابن عمر في خصوص الصلاة الثنائية. هكذا ينبغي أن نعمل الأحاديث كلها ولا نعطل شيئا منها على حساب الحديث الآخر. هذا جواب السؤال السابق. نعم. هل نعمل التبرك في حال صلاة الجماعة؟ لذلك يجب سؤالك كمان خطأ. في حال صلاة الجماعة أنا بجاوبك نعم ما في فرق، لكن أنت تعني والإمام لا يتورك. أنت تعني أن الإمام لا يتورك ولا ولو تورك؟ أما ما هيدا عليك الله يهديك. ولو تورك قول نعم قول لا. يعني أنا مأموم بالصف. نعم ما إلي علاقة بالإمام. ما له علاقة بالإمام. أنا تورك يؤذي من بجانب. لا يؤذي إلا من كان حديث عهد بالتورك أو لا يحسن التورك، لأنه ليس معنى التورك أنه يفرش يخيك ويأخذ مسافة شخصين. التورك بالنسبة للذين اعتادوا عليه هو كالافتراش، لا يضايق الآخرين أبدا. الذي لا يحسن التورك بيبعد ما بين فخذيه وبميل بفقه الأيسر فبيضايق فعلا، لكن الذي تمرن على التورك ما بيضايق أبدا. ولذلك نقول له: هذا الذي تظنه أنه يضايق جيرانه خاصة الذين عن يساره، تمرن على التورك ولين أعصاب رجليك حتى
لا تشعر بأنه يبقى هناك خلاف بين افتراشك وبين تورقك في الصلاة. فأنت بقى لما بتصور الآن أنه في مضايقة، من أين تأتي هذه المضايقة في تصورك أنت إذا تورك؟ من أين تأتي المضايقة؟ يمكن بقى تقصد أنت تخرج تنعر اللي عن يمينه، هيك يعني تقصد؟ هذا غلط يا أخي، ما بتحط الساق اليسرى تحت الساق اليمنى، ما بتشكل الساق اليسرى مع الساق اليمنى زاوية قائمة، وإنما بتشكل زاوية منفردة. في فرق بين هيك، هيك نعر من عن يمينه، أما شوف هاي هلا جيبها هيك، كل ما لمسافة شو بصير فيها تقصر، وبتقصر لتجي عند القدم اليمنى المنصوبة. ونحن صرنا 50 سنة أقل شيء منطبق هذه السنة، وما بنشعر بمضايقة لجيراننا، لا من كان عن يميننا ولا من كان عن يسارنا. لكن هذا مثل ما قلت لك في أول كلام، هو لا يحسن تورق فيشعر بأنه يؤذي صاحبه. فأنت بقى إذا رأيت إنسان هكذا علمه كيف يتورخ إن شاء الله. هل هناك دليل صحيح في السنة صريح أو يكاد في جعل التورخ مختصا بالثالثة والرابعة دون الثانية إذا كانت أخيرة؟ أنا ذكرنا نحن أنك الآن نقدر نذكر شيئين من لخص الكلام السابق. عندنا دليل على هذا، أولا حديث ابن عمر إنما سنة الصلاة كذا، دخل الثنائي ولا لا؟ دخل الثنائي فراش التورق. إيه؟ أنت بتسأل عن الفراش ولا التورق؟ عن التورق. إنه التورق في التورق في الثالثة والرابعة دون الثانية إذا كانت أخيرة، يعني تخصيص التورق في الثالثة والرابعة إذا كانوا أخرانيات في المغرب والعشاء دون الثنائية إذا كانت في الصبح. إيه؟ أنا فهمت من سؤالك إنه شو الدليل على أنه ما في تورق في الثانية، ولا سؤالك شو الدليل أنه ما في افتراش في الثانية؟ لا، سؤالي أنه ما في تورق. ما هذا جوابته، إنما سنة الصلاة افتراش اليمنى، اليمنى نصف اليمنى افتراش اليسرى، وذكرناه دليل حديث أبي حميد الساعدي. بعدين جبنا الحديث الثالث وهو حديث وائل بن حجر، نعم، انه وصل صلاة النهائية وذكر فيها الافتراش. اما حديث ابي حميد الساعدي يحمل على الثالثة برضه ولا بس على الرابعة شيخنا؟ لا، انا صار هذا سؤال ثاني، يعني تفميم تدخلوا في بعض. انا كلها ما في فرق بين الثانية والثالثة بدليل التفصيل السابق. كل جلسة قلنا، كل جلسة في الصلاة ماذا نفعل فيها؟ ننصب اليمنى نفترش اليسرى، إلا ما قام الدليل على تخصيص هذا الحديث. ذكرت أنا آنفا أدلة التورق في الصلاة أو في التشهد الأخير، وهو حديث أبي حميد الساعدي، ومن وافق